انتخب النواب الكينيون كينث ماريندي مرشح المعارضة رئيسا للبرلمان، فيما تستمر أزمة الكينيين السياسية الاقتصادية والاجتماعية عقب موجة العنف التي اندلعت في البلاد بعد أعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل قال السفير الأمريكي في كينيا إنه من المستحيل تحديد الفائز في الانتخابات الكينية بسبب غياب الشفافية. محطة جديدة في تفاعلات الأزمة الكينية، افتتاح صاخب للدورة الجديدة للبرلمان الكيني وتبادل الاتهامات بين نواب المعارضة ونواب الحكومة، كل ذلك لم يمنع النواب الكينيين من انتخاب كينيث ماريندي مرشح المعارضة رئيسا للبرلمان. انتصار سياسي من شأنه أن يخلق المزيد من المتاعب للرئيس كيباكي مستقبلا. أجواء العاصمة نيروبي مشحونة وعناصر الشرطة انتشرت في الشوارع المحيطة بالبرلمان خشية حدوث أعمال عنف. أما الكينيون فهم يترقبون نهاية للصراع الدموي الذي عصف بالبلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وأودى بحياة أكثر من 600 شخص وأجبر نحو 250 ألفا على النزوح من منازلهم. كينيا تريد اليوم السلام، وعلى النواب في البرلمان أن يقرروا هذا الأمر، وسنقبل القرار الذي يعني الفقراء والأغنياء في البلاد. لكن يبدو أن انتصار المعارضة داخل البرلمان لا يكفي لإخراج الكينيين من أزماتهم المختلفة. منظمات الإغاثة تؤكد حاجة الآلاف للمساعدات الإنسانية خلال الأسابيع المقبلة. اليونيسيف عربت عن قلقها من حالة سوء التغذية وانعكاس ذلك على الأطفال. أما أسعار المواد الغذائية فقد ارتفعت في الضواحي الفقيرة من العاصمة نيروبي بعد أن فقد كثير من السكان هناك وظائفهم مع تصاعد أعمال العنف الأخيرة. برنامج المساعدات الغذائية يكفي أسبوعا واحدا فقط، وإذا لم نتلقى مساعدات إضافية فإن البلاد ستعرف أزمة. أزمة كينيا السياسية والإنسانية ما زالت مستمرة، والمعارضة التي لا تعترف بنتائج الانتخابات لا يرضيها إلا تخلي الرئيس كيباكي عن السلطة، أمر يجعل البلاد أمام نفق مسدود قد لا ينفتح مجددا إلا على العنف. محمد نبيل، روسيا اليوم.